اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي في بدايه حلقتنا النهارده اتكلم عن مدينه الجلود بمنطقه الروبيكي، لانها بالفعل بقت تفرح. هذه المدينه مساحتها 506 فدان، وفي توسعات موجوده لهذه المدينه. اما حجم استثمارات هذه المدينه فتجاوز 7 مليارات و200 مليون جنيه، وبنستهدف من هذه المدينه الوصول بانتاجيه الجلود الى 300 مليون قدم مربع سنويا من الجلود الصالحه للسوق المحلي او التصدير. مدينة عظيمة فعلا. صناعة اتنقلت بالكامل من العشوائية عند سور مجرى العيون إلى مدينة متكاملة حديثة مرفقة في قلب منطقة الروبيكي. وبعد لما كان رجال هذه الصناعة يهاجمون مدينة الروبيكي، النهاردة بيحاربوا على الفوز بمتر واحد في مدينة الجلود. لازم نفهم ونحارب العشوائية ونثق أن الدولة تخطط للنهوض بمختلف الصناعات، وصناعة الجلود واحدة من الصناعات الكبرى في مصر، وكان لازم نحافظ عليها وننقذها من العشوائية. كفاية أن أقول لحضراتكم أن هناك 100 فدان جاهزة للتوسعات لرجال الجلود، هم اللي يروحوا ويعملوا مصانعهم داخل منطقة الروبيكي، يعني حتى التوسعات عاملين حسابها. كمان لصناعة المدابغ تم توفير 101 مصنع على مساحة 22 فدان باستثمارات تجاوزت على الدولة 300 مليون جنيه. طبعا دي كانت كوارث عند سور مجرى العيون. المدابغ في قلب القاهرة تم انتزاعها تماما ووضعها داخل مدينة الروبيكي. ساعدناها على النهوض، ساعدناها على التصدير، وطورنا في الصناعة بصورة كاملة. كمان بقى في 100 مصنع لمنتجات الجلود التامة الصنع على مساحة 89 فدان في قلب مدينة الروبيكي. يعني ممكن حضرتك تاخد أسرتك وتروح لغاية مدينة الجلود في الروبيكي وتشتري ما تشاء من مصنعات ومنتجات الجلود. كل ده بقى موجود النهاردة داخل مدينة الروبيكي على مساحة 506 فدان. أيضا المرحلة الأولى بالكامل تم تسليمها للمستثمرين في قطاع الجلود. احنا بنتكلم في 195 مستثمر اتسلموا 213 هنجر على مساحة 176 فدان. أما الاستثمارات اللي ضختها الدولة لهؤلاء المستثمرين لإقامة البنية الأساسية والمرافق فتجاوزت 2 مليار و200 مليون جنيه. ده حظ صناعة الجلود في مصر. تم الانتباه ليها بقرار رئاسي وتجديد شبابها بالكامل وإنقاذها من العشوائية. مبروك لصناعة الجلود في مصر، وآن الأوان أن تنطلق إلى كل أسواق العالم. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.